السلام عليكم ورحمة الله. اليوم موضوعنا عن الليسون بلانر، برنامج جدا بسيط بيعطينا صورة عرض الخطة الدرسية على موقع البوابة الذكية، بالإضافة لنشر الدرس على المصادر التعليمية لاستفادة الطلاب بتنزيل الدروس على أجهزتهم. فخلينا بس نفتح الليسون بلانر. طبعا هو بالأول بيطلب منا اليوزر نيم، اسم المستخدم، والباسورد. طبعا اسم المستخدم الباسورد اللي هو نفس الشيء تي داش الرقم المالي، والباسورد اللي هي نفسها تاعت البوابة أو تاعت الجهاز. فالبرنامج هون جدا بسيط، فينا نعمل الخطة الدرسية. بتكون هلا أول شيء ممكن نحط الفصل الثالث مثلا، بما انه نحن الفصل الثالث نعمل اعادة تسمية، بالضغط على اعادة تسمية ونسمي الفصل مثلا الفصل الثالث السنة الدراسية 2013 2014. تمام، نضغط بالضغط انتر فبتكون حفظنا الكتابة. نضغط على الوحدة الجديدة عشان نعمل إعادة تسمية، بالضغط على إعادة تسمية ممكن نسمي الوحدة، نفترض الوحدة الثالثة بشكل افتراضي. نضغط إنتر لتسمية تسمية تسمية. طبعا الوحدة الثالثة تحتوي على عدة دروس، طبعا إعادة تسمية جدا بسيط، كمان نسمي الدرس كمثال الدرس الأول. طبعا الوحدة الثالثة تحتوي على عدة دروس، ففينا نعمل نضغط على الوحدة الثالثة ونضيف درس جديد ونسمي الدرس. وعلى قد ما بدنا أو على قد ما تحتوي الوحدة دروس، فينا نضيف درس بالضغط على الوحدة اللي هي الأساسية ونضيف ونضغط على درس جديد. طبعا هلا الدرس الأول هون بنحط معلومات الدرس، معلومات الدرس يعني مثلا شو راح يستفيد أو شو الـ outcomes أو المعطيات راح يستفيد من الطالب من هذا الدرس. أما ملاحظات المدرس ممكن يكتب فيها كم حصة راح تاخد معه هذا الدرس، كم حصة راح ياخد معه، راح ياخد معه مثلا الدرس الأول راح ياخد معه ساعة، فبنحط رقم واحد. إذا في عندك أي ملاحظات كمدرس فيك تكتبها هون. أما معايير المناهج، طبعا هون معايير المناهج راح يتم إضافتها إلكترونيا عن طريق الوزارة. أما الأهداف، طبعا بتحط أهداف الدرس، ما هي أهداف الدرس، بتكتبها بدل لما تكتبها على النوت بشكل قديم كنا نكتبها على دفتر عادي، هلا لا بنكتبها هون في هالبرنامج بشكل جدا بسيط. أما المصادر التعليمية، ننتقل للمصادر التعليمية. هون فيك تضيف طبعا محتوى الدرس إن كان مهيأ على عن طريق السمارت أوسر أو عن طريق أي مورد تعليمي بيضيف للدرس الأول معلومات ممكن يستفيد منها الطالب. طبعا إذا كان الملف موجود على الكمبيوتر نضغط على حاسبي ونختار الملف اللي بدنا إياه بشكل جدا بسيط. أما إذا كان موجود في مخزن المحتويات على موقع المادة اللي هو موقع التعلم الذكي في مخزن المحتويات، فبنضغط على موقع المادة. لنفترض هو في حاسبي، نختار طبعا ملف بشكل جدا بسيط، لنفترض هذا الملف. اوكي تماما. فبعد ما هيأنا وحطينا اهداف الدرس ومعايير الدرس وملف الدرس، طبعا راح لازم نحدد بأي وقت راح نعطي الدرس الأول ضمن الفصل الثالث. طبعا هذا اسمه مخطط ليسون بلانر، المخطط الدرسي اللي تعرف كيف خطتك بالنسبة للفصل الدراسي الحالي، لترتب خطة زمنية لدروسك بحيث تنهيها في وقت معين. لنفترض مثلا الدرس الأول هو راح ياخد مني حصة واحدة، وأنا عندي مثلا حصة في كل أسبوع، فبنحطها في الأسبوع الأول، راح يبدأ في 1 مثلا سبتمبر لنفترض.
بنشيل بس الدرس بشكل بسيط وبنضعه في المكان أو في الوقت اللي نحن مخططين نعطي فيه الدرس. طبعا مثلا الدرس الثاني رح نعطيه بالأسبوع الثاني، وعلى هذا الأساس فينا نوزع الدروس بشكل كامل على الخطة الزمنية اللي احنا بدناها. وبعد ما ننتهي من هالخطوات لازم نعمل، وما بننسى انه نعمل سيف اللي بيضغط على هاي الأيقونة أو بضغطنا للكنترول اس. بضغط كنترول اس نحفظ الخطة الدرسية عشان تكون موجودة عندنا على جهاز الكمبيوتر. وبعد ما ننتهي طبعا الأهم هو إنه نضغط على انشر للفصل. بضغطنا على انشر للفصل كل المعلومات اللي ضفناها والملف اللي ضفناه للدرس أو أهداف الدرس بتكون موجودة عند الخطط الدرسية للطالب، بحيث يقدر يشوف شو راح ياخذ الأسبوع القادم، شو ملف الدرس يكون جاهز، أهداف الدرس، إذا كان في عنده أي مراجعة أو صار وقت الامتحان أو الامتحان العملي أو الفحص، ففيه يسترجع كل دروسه بدخول للخطط الدرسية أو المصادر التعليمية لتحميل الدروس وتنسيقها على جهازه. فالبرنامج جدا بسيط وسهل. طبعا فينا هون في عنا شيء اسمه التنسيق. التنسيق طبعا هو بيخص الخط الكتابي. افترضنا نعمل إعادة تسمية، في عنا شيء اسمه تنسيق. بما يخص مثلا ناخذ عرض المحتوى، نروح على المقرر التعليمي، نروح نعمل عرض المحتوى بس نعرف شو أهمية التنسيق الموجودة. فينا نكتب مثلا أهداف الدرس. بالتنسيق هنا فينا نغير شكل الخط أو نكبره أو نصغره أو نعمل تنسيق معين أو نحط أرقام معينة. مثلا أهداف الدرس أوكي نقطتين، نحط رقم واحد، نحط أرقام. مثلا هون في عنا الأرقام، الهدف الأول الشيء الفلاني، الهدف الثاني طبعا بنضيف أرقام، عن طريق الأرقام ضفنا نمبر 1 مثلا، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4. هاي عملية التنسيق بالشيء الكتابي رح نضيفه كمعلومات للدرس أو لملاحظات أو كأهداف درسية اللي تنضاف عن معايير المناهج. فالبرنامج جدا بسيط وسهل علينا العمل ولإضافة أي محتويات. جدا هو البرنامج بسيط، بحاجة فقط ممكن نظرة واحدة. وهالفيديو راح يساعدكم إن شاء الله في التعلم عليه. وشكرا جزيلا لكم لجهودكم معنا، يعطيكم ألف عافية.